كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي مبروك. للنادي الاهلي مباراه مهمه، كل المباريات زي ما بنأكد مباراه كؤوس، لكن الجديه والاصرار في كل المباريات هي دي اللي بتحسم المباراه. مبروك يا كابتن سيد، اداء يمكن النهارده اتكلم معاك بشكل عام، بتشوف الاداء ازاي؟ الاصرار لاخر دقيقه، بنروح للجول مره واثنين وثلاثه بنضيع، لكن امر مهم جدا ومطلوب في كره القدم. الحمد لله، طبعا يعني برضو مكسب مهم جدا في مرحله صعبه، ويمكن احنا في اعتقادنا ان المباراه اللي جايه هي اهم مباراه، يعني ما بتتاخدش بحته ست مباريات او سبع مباريات، هي المباراه اللي جايه هي اهم مباراه في الدوري بالنسبه لنا، يعني تخلص المباراه يبقى اللي بعدها هي اهم مباراه. طبعا فرقه الجيش فرقه كويسه، ويمكن احنا الشوط الاول استحواذ بشكل كبير جدا وبطول الملعب وعرضه، وكان ممكن يبقى في هدفين، وبعدين اصابه جيرالدو، وبعدين دخلنا الشوط الثاني يمكن في بدايته ما كناش دخول يعني على المستوى المنتظر، يعني بينالتي رجعوا بيه للماتش، اعتقدش ان في حاجه ثانيه يعني علينا يعني، لكن برضه يحسب للعيبه يعني اصرارهم. طبعا دي عادة النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، مش هنشتريها، هي عادتنا، لكن في النهايه برضو يعني واجب علينا ان احنا نبقى بخل قوي في كل الفرص اللي بتجي لنا، لازم يبقى فيها تسجيل، لازم يبقى فيها تركيز، لان انت كمان يعني زي ما انا قلت ظروف المباراه واحداثها هي اللي بتصعبها او بتسهلها يعني. فالحمد لله على كل شيء. كل مباراه بيليها سيناريوهات وليها حسابات خاصه، لكن من الاشياء المميزه جدا كابتن سيد هو تجديد الدوافع بشكل مستمر للعيبه، حتى على الخط بنسمعك بنشوفك يلا لسه فوقوا الامر، ده بيبقى مهم جدا لان الانطباع على الدكه بينتقل للعيبه على طول ارض الملعب. زي ما قلت لك يعني انا ما يهمنيش فضل قد ايه في اللقاء، انا يهمني حاله اللعيبه جوه الملعب، يعني مهم جدا 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 ان انت تبقى عندك يعني شخصيتك وهويتك ما تفقدهاش ابدا مهما كانت النتيجه لحد الثانيه الاخيره، وده اللي حصل. برضو هرجع اقول ان في بعض الماتشات يعني بتبقى مهمه قوي ان انت تخلصها في بدايتها، وفي بعض الماتشات ظروفها بتاخرها، دي كانت من الظروف اللي اخرتها، لكن في النهايه يحسب للاعيبه. طبعا انت بتلعب لحد الدقيقه 90 وال 92 و 93 و 94 و 95 لحد صفاره الحكم، انت بتلعب يعني. الكل كان جيد بشكل جيد وبيأدي بشكل جيد، لكن لو بخص وليد سليماني بنقول الحمد لله على السلامه. طبعا يعني واحد من العناصر المميزه دخل خد جزء، لكن مع المباريات هنستفيد منه ان شاء الله الفتره الجايه. يعني حابب تقول على مشاركه وليد بالتحديد يا كابتن؟ طبعا كنا مفتقدين وليد، مش كقدراته بس، يعني بتكلم على الشخصيه، على الحته اللي هي برضه اللي انا بندور عليها على طول، يعني الهويه بتاعت الفرقه مهمه قوي ان انت تبقى دايما بتلعب في خطوط متقاربه، في خطوط قريبه من بعض دفاعا وهجوما، تمام؟ يعني الكره بتطلع من رجلك بشكل سليم حتى لو كان فاضل دقيقة واحدة، المهم ان انت تطلع بشكل كويس قوي، يعني عشان كده طبعا كنا مفتقدين وليد، لكن كمان كل اللعيبة أدت بشكل كويس جدا، انتهت المباراة بحلوها وبمرها، خلاص خلصت، عندنا مباراة النجوم هي أهم مباراة بالنسبة لنا الموسم ده، لما تخلص مباراة النجوم يبقى اللي بعدها أهم مباراة. مع ضيق الوقت كيف ستبقى الإعداد؟ هل يبقى في راحة بكرة؟ يبقى في تدريب؟ يعني عايزين نطمن بشكل عام كابتن. عندنا بكرة تدريب بعد الظهر بإذن الله. شكرا. بنبارك من جديد للكابتن سيد عبد الحفيظ لعيبة